بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنلتقي مرة اخرى النهاردة في استكمال محاضرة تانية لي في الجزء الخاص بالضريبة على القيمة المضافة. احنا كنا الدور اللي فات اتكلمنا عن المدخل بتاع الضريبة وكيف يتم فرض الضريبة، واتكلمنا عن قواعد استحقاق الضريبة على القيمة المضافة. وطبعا احنا كنا يعني حطينا بعض المبادئ الخاصه بفرض الضريبه على القيمه المضافه، واتكلمنا عن ايه الجدول وضريبه الجدول، واتكلمنا عن اللي خاضع جدول فقط واللي خاضع جدول وقيمه مضافه، وبعدين اتكلمنا عن مساله الاقرار والتسجيل والواقع المنشاه للضريبه ومتى تستحق الضريبه، والضريبه الاضافيه اللي في حاله التاخر عن المهله المحدده لتقديم الاقرارات الضريبيه. احنا النهارده بقى داخلين في اهم نقطه المحاسبيه الهامه جدا، وهي ان احنا عايزين نتكلم عن ازاي بقى بنحدد الوعاء الخاضع للضريبه. يعني احنا النهارده بقى عايزين نتكلم عن الوعاء الخاضع للضريبه، وازاي بنحدد القيمه الخاضعة للضريبة. طبعا دي جزئية مهمة جدا، وهي دي قد تكون العمل بتاع المحاسب الأساسي أو الفكر الأساسي بتاع اللي هو بيرتبط بالعمل المحاسبي. القيمة، الوعاء، كيف نحدد القيمة أو كيف نحدد الوعاء الخاضع للضريبة. طبعا احنا من الدور اللي فات يعني بعض المبادئ، يعني هنا احب اتكلم قبل ما ببدا برضو في مساله القيمه، لان الضريبه هتبقى عباره عن ايه؟ على القيمه بسعر. قيمه بسعر الضريبه، طب سعر الضريبه كام؟ سعر ضريبه القيمه المضافه 13% على ان يكون 14% اعتبارا من 1/7 سنه 17. من 1/7 17 14%. طيب أسعار سلع وخدمات الجدول عبارة عن جدول مرافق للقانون بيحتوي على مجموعة سلع وخدمات تكون الضريبة قرين كل السلع. ما عنديش سعر محدد، كل سلعة لها قرين، وزي ما احنا شفنا الدور اللي فات وشفنا الجدول مع بعض. عندي للآلات والمعدات، قانون حب يشجع الآلات والمعدات للإنتاج إن خلى ضريبتها 5% عدا أتوبيسات وسيارات الركوب. أتوبيسات سيارات الركوب 14 سيارات الركوب ممكن تبقى 14 مع ضريبة جدول في حالات معينة. اتوبيسات بصفة عامة 14. آلات والمعدات في إنتاج أو تأدية خدمة خلى ضريبتها 5%، نوع من التشجيع على إن الشركات والمؤسسات تجدد آلاتها ومعداتها باستمرار. يعني عند الضريبة على الصادرات صفر، صادرات تخضع ضريبة صفر وفقا لمبدأ إقليمية الضريبة، إن الضريبة تفرض في دولة المقصد، وده وضحناه الدور اللي فات. الإقليم اللي رايحة له السلعة يبقى اللي طالعة منه السلعة خاضع صفر، اللي رايحة له السلعة ياخد ضريبة عند الإفراج الجمركي. عندي سعر الضريبة الإضافية 1.5%، دي الأسعار اللي موجودة في ضريبة القيمة المضافة. طيب القيمة بقى، القيمة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الضريبة القيمة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول. وعاء الضريبة بنسميها وعاء، الوعاء يعني المبلغ اللي هحسب عليه الضريبة. القاعدة الأساسية أن يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأي صورة من صور أداء الثمن. القيمة المدفوعة هي دي الوعاء، مش كلام واضح جدا، مفيش أي مشاكل، بالعكس احنا اللي خلقنا المشاكل ومفيش مشاكل. مع مراعاة ايه اللي هراعيه؟ ان تحدد القيمة الخاضعة للضريبة على اساس القيمة الواردة في الفاتورة. فاتورة، ما احنا قلنا اساس التعامل كله فاتورة، يبقى القيمة الواردة في الفاتورة التي يحررها بائع مسجل لمشتري مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للامور. يبقى انا عندي هنا قيمة فاتورة، قيمة موجودة في فاتورة، حضراتكم معايا، القيمة اللي موجودة في الفاتورة دي هي القيمة الخاضعة للإيه؟ للضريبة. بيحررها بائع مسجل، أيوة، ما هو الفاتورة اللي عليها ضريبة هي التي يتم تحريرها من بائع مسجل. بائع مسجل تمام لمشتري مستقل، عشان هنا نطلع البيوع الداخلية. يعني إيه البيوع الداخلية؟
يعني في شركات بتبقى جوه الشركة الواحدة قطاعات، جوه الشركة الواحدة في جواها قطاعات، القطاعات اللي جوه الشركة دي كل قطاع تمام ممكن يبقى منتج، يعني نقول ايه مثلا شركة غزل ونسيج يبقى عندها قطاعات، قطاع الغزل وبعدين عندها قطاع النسيج، قطاع الغزل منتجه يخش عند قطاع النسيج مدخل ليه، هل هنا ده بيع؟ اللي هم ساعات بيعملوا بيوع داخلية بس عشان خاطر لتقييم الأداء ولان هو يعني يقيم أداء العمل بتاع الايه بتاع الوصاعة لأغراض التسعير، لكن ما فيش بيع فعلي، ما فيش، ما بيحررش فاتورة هنا، يعني هو البيع الفعلي لو باع لغير لبره الشركة، لكن البيع داخل القطاعات عشان كده قال لك مشتري مستقل. مشتري مستقل يعني ايه؟ شركة باعت لشركة، حتى ولو كانت الشركة التانية دي تابعة مش مالناش دعوة، مش مشكلة، يعني ايه شركة شقيقة؟ لا، لكن دي شركة ودي شركة تمام؟ لكن داخل القطاعات مفيش ضريبة، داخل مراحل الإنتاج، انتقال السلعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى تمام؟ ما تستحقش ضريبة في الحالة دي. عشان كده قال لك المشتري مستقل مع مراعاة، قال لك ايه؟ إن تقبل الخصومات التجارية، نقبل الخصم التجاري. ما معنى الخصم التجاري؟ الخصم التجاري هو خصم بنسميه سياسة بيعية، خد لك هتلاقيني اعمل لك اوكازيون، اقوم اديك خصم ديسكاونت يشجعك انك تيجي تشتري، اقول لك التلاتة بسعر اتنين يشجعك انك تيجي تشتري. احنا اتعلمنا في المحاسبة ان الخصم التجاري لا يسجل في الدفاتر، بيتسجل القيمة الصافية بعد استبعاد الخصم التجاري تمام، وبيبقى هو ده بقى وعاء الضريبة، هو ده اللي موجود عندي على الفاتورة، هو ده اللي خضع للضريبة. طيب هنا يبقى تقبل الخصومات التجارية ولكن لا يعتد بالخصم المعلق على شرط، في بقى خصومات متعلقة على شرط السداد، يقول لك شرط انك انت تدفع مبكرا هديك خصم 5% اذا السداد المبكر، دي بنسميه خصم تعجيل الدفع، ده ما لناش دعوة بيه، ده اللي هو بيبان عند البائع كخصم مسموح به ويبان عند المشتري كخصم مكتسب، ده ما يأثرليش على القيمة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. ليه؟ لأن دي علاقة بين بائع ومشتري وبتبقى مرتبطة بعملية السداد وليست بعملية البيع، لكن اللي مرتبط بعملية البيع واللي بيبان عندي على الفاتورة هو الخصم التجاري تمام، هو ده اللي ناخد بيه، واحنا بناخد بأي خصم على الفاتورة بغض النظر، أي خصم مسجل على الفاتورة بناخد بيه وناخد القيمة بعد استبعاد الخصم ده. يبقى هي دي. طيب ده نقطة مهمة جدا. النقطة التالتة قال لك هنا فيش حاجة مهمة جدا، إذا كانت القيمة الخاضعة للضريبة بتتضمن مصاريف تمام، يعني إيه؟ يعني بقول له أنا ببيع لك السلعة دي ب 10,000 جنيه ولو هسلمها في مخزنك يبقى هحط لك عليها 11,000 جنيه نقل، يبقى تمن البيع 11,000 جنيه، يبقى أنا هخضع ال 11,000 بما فيها اللي انت حملته على الفاتوره نظير نقل، تعبئه، تغليف، ساعات مثلا في صناعه الاسمنت يبيع لك الاسمنت سائل يعني بدون شكاير تمام، يروح باعت لك عربيه دي تفضي لك اسمنت في بتبقى عربيات كده مخصصه لهذا يعني تمام، ساعات بقى لا عبوا لك في شكاير يبقى اعمل لك تغليف، يبقى في الحاله دي احملك بتمن التغليف، يبقى التمن هنا زائد التغليف ده، يبقى هو ده الخاضع للضريبه في الحاله دي تمام، طالما انا حملت البائع حمله على المشتري، يبقى في الحاله دي فدام البائع حمله على المشتري يبقى باعله بشامل المصاريف، شامل النقل، شامل التستيف، شامل التغليف، شامل العموله، يبقى في الحاله دي انا هاخد الضريبه على القيمه الاجماليه. نحب نحط أمثلة توضح لحضراتكم الكلام ده. هنقول كانت مبيعات أحد المسجلين لأحد التجار 1000 وحدة بسعر 200 جنيه للوحدة بخصم تجاري 5% وخصم نقدي 2% في حالة قيام المشتري بالسداد خلال شهر من تاريخ البيع. المطلوب حساب مقدار ضريبة القيمة المضافة المستحقة على هذه الصفقة وسعر الضريبة 14%. ماشي، هنا هاخد الخصم التجاري. طب والخصم المعلق على شرط؟ لا عبرة، انا مش هاخد الخصم المعلق على شرط في الاعتبار لانه ده هيبقى
خصم مش مقبول. طيب حضرتك يبقى في الحالة دي الضريبة هنحسبها على النحو التالي اهو، النحو التالي كانت مبيعات احد، اهو هناخد الالف وحده في 200 جنيه ب 200,000 ناقص الخصم التجاري 200,000 في 5% ب 10,000 هيديني الصافي 190,000، هو ده اللي خاضع للضريبه 190,000 14% 26,600 جنيه، يبقى في الحاله دي هو ده اللي خاضع للضريبه. جميل. طيب مثال اخر، في بقى ايه؟ في خصم تجاري ومصاريف. كانت مبيعات احد المسجلين لاحد تجار الجمله بمبلغ 100,000 جنيه بخصم تجاري 5%، قام المسجل بتحليل فاتوره للمشتري موضحا فيها قيمه البضاعه والخصم التجاري بالاضافه الى مصاريف النقل البالغه 3,000 جنيه والتي يتحملها المشتري وفق الاتفاق مع البائع. يعني انا متفق معاه مع المشتري انه هحمله ب 3,000 جنيه نقل، يبقى انا اديته هنا ايه؟ ده انا بعت له سلعه وبعت له خدمه. بعت له حاجتين اهو، سلعه وخدمه. سلعه ب 100,000 بس هديله خصم عليها، وبعت له خدمه نقل. يبقى انا هنا اللي كلاهم الاثنين خاضعين للايه؟ للضريبه. يبقى في الحاله دي عندي 100,000 هديله خصم تجاري على ثمن السلعه 5% يبقى 5,000، يبقى الصافي 95,000، هحط عليه مصاريف نقل 3,000 جنيه اتفق البائع يحملها على المشتري. تمام. يبقى في الحاله دي الاجمالي 98,000، يبقى في الحاله دي ال 98,000 في 14% بتطلع الضريبه 13,720. يبقى انا بدام انا كبائع حملتها على المشتري وحطيتها له بالاضافه لثمن بيع احاسبه عليها. طيب انا بقى هبيع له ب 95,000 وماليش دعوه بالنقل، هو اللي بينقل، يبقى ما فيش عندي هنا ضريبه على مصاريف النقل. تمام. ده بالنسبه للايه؟ لكيفيه حساب الضريبه. طيب احنا بقى نفتكر مع بعض كده في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا، قلنا ان عندنا السلع المستورده بتستحق من الخارج بتستحق الضريبه عند الافراج الجمركي. حلو قوي. هنا بقى طيب هو انا بعت، ده انا بشرح من البدايه وبقول ان تتحقق او الواقع المنشاه للضريبه هي البيع. انا هنا ما بعتش، ما فيش هنا مبيعات، ورغم ذلك هاخد ضريبه عند الافراج. طب هحسبها على ايه؟ انا ما عنديش ثمن بيع هنا، لسه واحد جايب بضاعه من بره ولسه هيفرج عنها ولسه ما عنديش هنا ضريبه، عشان ما عنديش ثمن بيع عشان احسب عليه. يبقى انا هحسب ضريبه على ايه هنا؟ فقال لك هتستحق ضريبه هنا في مرحله الافراج عنها من الجمارك بالقيمه. شوف بقى القيمه ايه؟ المتخذه اساسا لتحديد الضريبه الجمركيه بما فيها الخدمات المرتبطه بالسلع المستورده مضافا اليها الضرائب الجمركيه وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضه. يبقى انا عندي هنا هاخد قيمه السلعه للاغراض الجمركيه، واذا كان في مبالغ هيتحملها المشتري خدمات هتقدم ليه داخل المنطقه الجمارك، يبقى هاخد كمان هضيف عليها قيمه الخدمات دي. تمام. بالاضافه الى الضريبه الجمركيه وغيرها من الضرائب والرسوم. يبقى في الحاله دي طب ما هي قيمه السلع الاغراض الجمركيه؟ على قيمه السلع الاغراض الجمركيه هي اللي احنا بنسميها القيمه سيف، قيمه سيف اللي هي سي اي اف، يعني كوست انشورنس اند فريت، يعني تكلفه السلعه وتكلفه استيرادها من بره في مصاريف نقل بره، تامين عشان اجيبها عشان لو المركب غرقت او الطياره وقعت يبقى انا باخد التعويض، والمصاريف الشحن والتفريغ اللي بنسميها النولون البحري، النولون الجوي، المناوله، يعني الشحن من ميناء المصدر والتفريغ في ميناء المستورد، كل ده بيخش ضمن القيمه الخاضعه للضريبه الجمركيه، واي تكلفه يتحملها المستورد عشان البضاعه توصل لغايه الميناء، لغايه رصيف المستورد. تمام. انا لسه ما افرجتش عنها، هي لغايه هنا اهو، كل ما ينفق حتى هذه النقطه هكلف بيه السلعه المستورده
وهقيم به السلعة المستوردة. وهناك طرق تقييم متعددة في هذا المجال منصوص عليها في قانون الجمارك، وبعدين هحط عليه كمان الضريبة الجمركية وأي رسوم. عندنا ساعات رسم تنمية موارد بيضاف في السلعة المستوردة، هحط عليها هذه الرسوم. الإجمالي ده هيبقى هو ده وعاء ضريبة على القيمة المضافة في مرحلة الإفراج الجمركي. طيب حلو. وبعدين هنا بقى في الحالة دي أروح جاي بقى أقول للمستورد يلا ادفع لي بقى ضريبة قيمة مضافة وشيل بضاعتك واتكل على الله. هياخدها بعد كده يبيعها بقى في الأسواق، تمام. ومراحل التداول هيبقى في مرحلة تالية، تمام. هنعمل ايه؟ طب ما ناخد الأول أو هنوضح الأول بمثال الأول المرحلة الأولى وهي مرحلة الإفراج الجمركي. هنفترض هنا انه في مستورد قام باستيراد سلع من الخارج بلغت قيمتها الخاضعه للضريبه الجمركيه 250 الف جنيه شامله مصاريف الشحن والتفريغ والتامين. يعني احنا بنحط امثله مبسطه بتوصل لنا الفكره. تخضع للضريبه الجمركيه بفئه 20% بالاضافه في كمان رسم تنميه او رسم وارد 2%. قول لي هيدفع ضريبه قيمه مضافه كام عند الافراج الجمركي؟ انا في الحاله اللي امامي هاخد القيمه للاغراض الجمركيه اللي هي 250 الف جنيه، هحسب الضريبه الجمركيه اللي هي 20%، هحسب الرسم الوارد اللي هو 2%، هضيف كل ده على القيمه اللي عندي. الضريبه الجمركيه 20% يعني 250 الف في 20% ب 50 الف، 250 الف 2% رسم التنميه ب 5000، يبقى المجموع عندي 305 الف. المجموع ده هيبقى هو وعاء القيمة المضافة، هيدفع 14% من 305 الف، يعني هيدفع 42,700 جنيه. انا عايز اقف هنا واعمل كده ندردش مع بعض شوية كده، ان في الحالة دي اللي هو هيبقى 52 الف و 42,700 جنيه هيعمل ايه بقى الراجل بقى؟ هيشيل بضاعته ويدفع طب هو هنا دفع هو بيفرق عن البضاعة جمارك 50,000، دفع رسم دفع جمارك 50,000، ودفع رسم وارد 5,000، يعني دفع 55,000 ضريبة جمركية ورسم تنمية، ودفع 42,700 ضريبة قيمة مضافة. الفرق بين الجمارك اللي دفعها ورسم تنمية الموارد اللي دفعه وضريبة القيمة المضافة. الجمارك ورسم التنمية دي تكلفة عليه، هيحملها تكلفة، هيكلف البضاعة بيها، هيكلفها، يبقى هيحطها ضمن تكاليفه في دفاتره. لكن ضريبة القيمة المضافة اللي دفعها هذا المستورد عند الإفراج الجمركي مش تكلفة عليه، هيرجع يستردها تاني. يستردها تاني إمتى؟ لو هذه السلع المستوردة دخلت في مراحل تداول بعد الإفراج عنه. طيب يبقى أنا عندي هنا هعتبر هنا الـ 42,700 دول كأني دفعتهم من مصلحة الضرائب تحت الحساب، لغاية أما هطلع بقى البضاعة وأخدها وإيه وأبتدي إن أنا أشتغل على البضاعة. إذا هناك لسه ضريبة تاني في مراحل التداول. لو استهلاك على طول، يعني هو استورد من بره ودخلها في النشاط بتاعه واستهلكها، دخل بقى في الاستهلاك بتاعه ونشاطه. هنا بقى يبقى الضريبة في الحالة دي برضه هعتبر ضريبة القيمة المضافة اللي دفعها عند الإفراج الجمركي هقدر يستردها، أما بقى إيه ينتج ويطلع، يبقى هو لا أخذ السلع وباعها بحالتها أو صنعها وابتدى يبيع بعد كده هيقدر يسترد. إلا لو كان استهلاك شخصي يبقى في الحالة دي بقى هو المستهلك وهو في الحالة دي هيتحمل الضريبة. طيب نرجع برضو مرجوعنا تاني ونقول هنا اهو ان احنا برضو هنا اهو عايزين يبقى هنا عندنا هنعمل برضو شير وهنرجع نشوف الايه نستكمل المرحلة او الرحلة بتاعتنا مع هذا المستوى. المستورد بقى اخذ البضاعة وقلنا هتستحق ضريبة بقى في كل مرحلة من مراحل الايه التداول. بعد ذلك الراجل اخذ بقى بضاعته وطلعها من الدائره الجمركيه ووداها الى مخزنه في القاهره ونقلها وقام بنقلها لمخازنه في القاهره.
وبلغت تكاليف نقلها وتخزينها وتسويقها بقى بعد كده 55,000 جنيه، وقام ببيعها في السوق المحلي بهامش ربح 10% من تكلفتها. كويس قوي. يعني بنكمل بقى الايه المسلسل بقى. يلا شال بقى البضاعه وداها على المخازن بتاعته ودخل بقى على السوق عشان ايه يبيعها. عنده تكاليف تخزين ونقل وتسويق واعلان ودعايه وخلافه، وهيهمش ربح 10% ويبيع على هذا الاساس. طيب هنفترض بقى ان هو قول لي بقى الضريبه اللي يدفعها اما يبيع، اما هيبيع بقى في السوق المحلي، ها اما هيروح يخش بقى كده السوق المحلي ويبيع، ها هيدفع ضريبه كام بقى في الحاله دي؟ اقول لك تعالى بقى بص بقى معايا. تكلفه الاستيراد هدخل، اتفقنا خلاص ان تكلفه الاستيراد هيخش فيها الضريبه الجمركيه، هيخش فيها رسم الوارد. التكلفه هنا بقى 305,000 جنيه. حلو قوي. عنده بقى تكاليف اضافيه بعد ما افرج، بنسميها بقى تكاليف نقل في الداخل هنا، تمام؟ ماليش دعوه اللي من بره بكلفه بيه برضه، بس اللي من بره داخل من الاساس من اول ما. طيب عنده بقى في الداخل هنا كمان نقل وتخزين وتسويق 55,000. اجمالي التكلفه بقى في البضاعه دي بلغت 360,000 بالنسبه له. عايز يحقق هامش ربح 10% من التكلفه، يبقى 360,000 في 10% من التكلفه يبقى 36,000 جنيه. هيبيع ب 36,000، هيبيع بكام بقى؟ هيبيع ب 396,000 جنيه. تكلفه زائد هامش الربح، تكلفه 360 هامش الربح 36، يبقى هيبيع ب 396,000 جنيه. حلو قوي. وهو بيبيع هيحصل ضريبه 14%، 396 في 14% هتديني 55,440. هيبتدي يستنزل بقى الضريبه اللي دفعها عند الافراج الجمركي، دي كانت دفعها تحت الحساب اللي هي قلنا 42,700، تمام؟ هيبتدي بقى مع مصلحه الضرايب اخصمي لي بقى الضريبه اللي دفعتها عند الافراج الجمركي. هتخصم له الضريبه اللي دفعها عند الافراج الجمركي، وخلي بال حضراتكم الضرايب كمان بتخصم الضريبه اول باول، بمعنى ان احنا ما بتنتظرش انك انت تبيع، ده هو مع اول بيعه بيخصم له، يطلع لسه فاضل له يخصم له بالاقرار اللي بعديه لغايه اما يستنزف كل المبلغ، يستنفذ كل المبلغ اللي هو دفعه عند الافراج الجمركي. هنا هفترض ان الراجل باع البضاعه دي كلها مره واحده وعنده ضريبه 55,400، كان دافع 42,700، يبقى اللي هيورده للضرايب الباقي 12,740 بس. هو هنا طبعا هنلاحظ ان هو سدد ال 55,440 كلهم، بس سددهم ازاي؟ دفع 42,700 في الافراج كانها تحت الحساب، واما باع بقى في السوق المحلي سوى، والفرق اداه لمصلحه الضرايب 12,740. ده طريقه التعامل وطريقه المحاسبه مع في مراحل اللي هي مراحل الاستيراد ثم البيع في السوق المحلي. طيب دي او يعني دي من موضوعات من اهم النقاط اللي عندنا اللي احنا بنناقشها فعلا، هي الاستيراد. في حاله بيع سلعه او خدمه بين اشخاص مرتبطين، هنا طبعا قابلنا مشاكل كتير جدا في السوق المحلي، ودي موجوده على مستوى العالم، مثل هذه المشكلات موجوده مش بس في مصر. ان انا ببيع بين اشخاص مرتبطين، يعني ايه اشخاص مرتبطين؟ يعني البيع ما بين شركه وشركه شقيقه، المحل ده بتاع الراجل والمحل التاني بتاع زوجته او ابنه، يبقى هنا بيع بين اشخاص مرتبطين. والقانون يعتبر كمان اللي بيبيع لعماله، تمام، باع لشخص مرتبط عنده عماله، لان احنا وجدنا في السوق المحلي ظاهره طبعا الهدف منها تجنب الضريبه، تمام، ان مطلع فواتير بيع لعماله، تمام، على اساس انه طب ازاي يعني بتبيع لعمالك ازاي؟ هم عمالك تجار عشان تبيع لهم، فعشان خاطر يتجنبوا الضريبه. فاحنا قلنا لا، طب هو بيبيع بعماله بايه؟ بيبيع لعماله بالتكلفه. هو باع بقى ايه؟ خلي بالك هو ما باعش لعماله، هو باع لناس تانيين بس ما طلعش فاتوره ليهم، طلع الفاتوره باسم عماله عشان تطلع بالتكلفه. يقوم ما يطلعش عليه فروق ويدفع مصلحه الضرايب، يجي يخصم ضريبه مدخله من ضريبه المبيعات، ما هي بالتكلفه، يبقى هي هي، يبقى في الحاله دي مش هيطلع عليه فرق، تمام؟ فاحنا هنا بنقول ايه؟ لا، احنا معلش احنا مش هنعترف بسعر البيع اللي بعت بيه لاشخاص مرتبطين طالما هذا السعر يخالف السعر وفقا لقوى السوق وظروف التعامل. يبقى انا هنا هعد لك التسعير على اساس السعر اللي هو يعني وفقا للسوق وظروف التعامل. انا هدي مثال هنا اهو،
شركة وطنية للصناعات والمسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، قامت خلال شهر 2X ببيع 1000 وحدة من منتجاتها لشركة شقيقة، وذلك بسعر التكلفة. بعد بالتكلفة يبقى على طول الضريبة هتقل، تمام؟ وما يجي يخصم ضريبة مدخله ممكن يطلعش عليه، ممكن يطلع له كمان. علما بأن السياسة البيعية للشركة تحدد سعر البيع منتجاتها على أساس التكلفة مضافا لها 20% هامش ربح. بقى انت بتبيع بالسياسة 20% هامش ربح، تقوم تبيع ده بالتكلفة المطلوب حساب الضريبة المستحقة عن مبيعات الشركة الوطنية للشركة الشقيقة. هقول له آسف تعالى يا مسجل، أنا هعيد حساب الضريبة على هذه الصفقة، لأن هحسبها على أساس السعر اللي أنت بتبيع به وفقا لقوة السوق اللي عندك وظروف التعامل مع كل المتعاملين معك. اللي هو يبقى إيه؟ اللي هو يبقى التكلفة مضافا لها هامش ربح قدره 20%. يبقى في الحالة دي أنا هاخد التكلفة، التكلفة عندي هنا كام؟ عندي تكلفة هنا 1000 وحدة متباعة ب 100 جنيه، هضيف عليها 20% من التكلفة يعني 20 جنيه، يبقى أنا المبيعات هسعرها على أساس 120,000 وليس 100,000. هو باع، هو بيسعرها لي على أساس 100,000 لأنه أسقط هامش الربح، لا أنا بضيف له هنا هامش الربح وبقول له بسعر البيع في الحالة دي بقى 120,000. أنا هحاسبك بقى ضريبة قيمة مضافة على أساس سعر البيع اللي هو 120,000 جنيه، اللي هو سعر البيع اللي أنت بتبيع بيه وفقا لسياستك. هتقول 120,000 14%، يبقى أنا عندي 16,800 جنيه، دي الضريبة اللي أنا طالبها منك. هو طبعا أما قدم إقراره قدم على أساس إنه باع ب 100,000، وبالتالي حسب ضريبة 14% يعني 14,000 بس. هقول له لا آسف، ده أنا عايز بقى منك فرق، وبقى هاخد بقى على الفرق ده كمان ضريبة إضافية لأنك أنت ما أفصحتش عن القيمة الحقيقية في إقرار. لكن لو هو بقى من نفسه سعر على هذا الأساس يبقى أنا مش هيطلع عليه فروق وهيبقى كده التعامل مظبوط. طيب في حالة البيع بالمقايضة، في ساعات يقول لك باع سلعة مقابل خدمة أو سلعة مقابل سلعة، بيع بالمقايضة هنا ما عندهمش، ما بقاش فيه تعاملات نقدية. طيب هي مشكلة، مشكلة ان هو ما باع بالمقايضة، هو باع السلعة، السلعة بتاعته دي وفقا لقوانين الأسعار بتاعته بمية جنيه، طب أخذ بدلها ايه خدمة بخمسة وتسعين جنيه مثلا يعني. طيب البائع للسلعة خاضع والبائع للخدمة برضو خاضع، انا ما عنديش مشكلة ان كل واحد فيهم خاضع، وفي نفس الوقت الاتنين هيدفع هيخصم واللي حصل هيورد، يعني مش هتفرق معانا. لكن احنا بنقول ايه، لكن افترض ان حالة بيع ما بين شخص خاضع وشخص معفي في الحالة دي مثلا، لا هو باع سلعة مقابل خدمة مثلا، خدت بعدتك معايا، سلعته خاضعة والخدمة مش خاضعة، الخدمة واخدة اعفة مثلا، تمام؟ يبقى انا في الحالة دي اسعر له على اساس ايه، قيمة سلعته ولا قيمة الخدمة اللي اخدها مقابل السلعة؟ هو قيمة سلعته 100 جنيه، الخدمة اللي اخدها مقابل السلعة ب 95، او احاسبه ضريبيا على ايه البائع ده؟ اقول له انا عايز ضريبة قيمة مضافة على ايه؟ على قيمة السلعة اللي هي 100 جنيه ولا قيمة الخدمة اللي اخدها مقابل السلعة؟ لا انا هاخدها على اساس قيمة السلعة اللي بيبيع بيها وفقا لظروف الايه؟ السوق وظروف التعامل. طيب والتاني بقى اللي باع له الخدمة احاسبه هو على الخدمة اذا كان خاضع للايه؟ للضريبة. ده بالنسبة لحالة المقايضة. بالنسبة للقيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع والخدمات استخدام الخاص والاستهلاك الشخصي، ودي احنا قلناها ان احنا انا اعتبرت ان هو لو باع اسحب من منتجاته عشان اغراضه الشخصية يبقى مستغلق استهلاك شخصي، وسحب من منتجاته عشان يدخلها في اصول الشركة يبقى ده اسمه استخدام خاص. القانون قال لنا ايه؟ قال لنا اللي انا هعتبره بيع الاستخدام الخاص سعره بالتكلفة، واللي هعتبره بيع الاستهلاك الشخصي هسعره بسعر البيع اللي هو بنسميه السعر وفقا لقوة السوق وظروف التعامل بتاعه الطبيعية العادية اللي بتعامل بيها مع اي حد تاني. مثال نقول هنا، قامت احد المنشآت المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية بسحب 700، شوف انا قلت ايه سحب وما باعش، هو سحب 700 وحدة من منتجاته تبلغ تكلفة الوحدة الواحدة منها 100 جنيه بينما يبلغ سعر بيعها 120 جنيه. ماشي، طب وبعدين ال 700 دول عمل فيهم ايه؟
وذلك بواقع 200 وحده لاستخدامها في نشاطه. اه ده استخدام خاص، ده دخلها في نشاطه، جميل قوي. والباقي والبالغ 500 وحده لتقديمها هدايا لعملاء الشركه كهدايا بمناسبه العام الجديد. يعني بدل ما يروح يشتري هدايا من السوق راح اخذ من منتجاته وقدم هدايا. انا اقول له ده استهلاك شخصي، ده استهلاك شخصي لان ليس في اغراض الشركه. تمام؟ انت كنت لو كنت حبيت تهادي الناس دول كنت هتعمل ايه؟ كنت هتنزل السوق تشتري، يبقى انا هاخد بسعر السوق، سعر البيع. يبقى انا عندي هنا 200 استخدام خاص وعندي 500 استهلاك شخصي. طيب هحدد الضريبه ازاي واحسب الضريبه ازاي؟ حدد القيمه الاول. القيمه ايه؟ انا عندي 200 وحده استخدام خاص، دول هحسبهم بالتكلفه. التكلفه 100 جنيه للوحده. عندي 500 وحده استهلاك شخصي هدايا، يوزعها هدايا، احسبها بسعر البيع 120 جنيه. 500 في 120 جنيه يديني 60,000 جنيه. يبقى مجموع السلع دي 80,000. 80,000 هاخد عليهم 14% يبقى 11,200 جنيه. تقول لي ده ما باعش، ايوه ما باعش بس هو كانه باع. ما هو لو كان ما خدش من منتج كان هيعمل ايه؟ كان هيروح يشتري. واللي كان هيشتري منه ده مش كان هيورد لي ضريبه؟ انا بقول له اديني ضريبتي لانك انت بعت، بس بعت لنفسك. بعت لنفسك، فانا بعتبرها في حكم البيع وبخضعها للضريبه. طيب 8، لو تلاحظوا اللي بيتابع معايا المحاضره تلاقيني قعدت في القيمه قلت 1 القيمه الخاضعه، وبعدين دخلت في مساله المصاريف الخصم التجاري، ثم دخلت في مساله المصاريف، ثم دخلت في نمره 4 في مساله السلع المستورده الافراج الجمركي والقيمة، ثم دخلت بعد ذلك في نمرة في البيع الأشخاص المرتبطة، ثم دخلنا بعد ذلك في المقايدة، ثم دخلنا في نمرة 7 في الاستخدام الشخصي والاستهلاك، الاستخدام الخاص والاستهلاك الشخصي. طب دخلنا بقى هنا في البيع بالتقسيط. بيع بالتقسيط ده بقى مشكلة، ده كان طول عمره عامل لي مشكلة وأنا مش عارفين كنا نحلها ليه، لان سعر البيع بالتقسيط غير سعر البيع بدون تقسيط. طيب طب انت بعت بالتقسيط حاسبك ايه على ثمن البيع؟ طب هو بايه الفرق بينهم؟ ايه فوائد؟ والفوائد ليست من العمليات الخاضعه للضريبه. الفائده ليست من القيم الخاضعه للضريبه بالنسبه لضريبه القيمه المضافه. عمليات الفوائد والتموين مش خاضعه للضريبه. طيب لكن اذا انا عايز اشيل الفوائد، يعني النهارده واحد بيقول لك السلعه دي ب 100 جنيه ولو بعتها لك بالتقسيط هتبقى ب 150، يبقى في 50 جنيه ايه دول؟ فوائد، نتيجه ان انا هقسط لك. طب احاسبه على 100 ولا احاسبه على 150؟ وخاصه انا بحاسبه عند البيع يعني. تمام؟ فالحقيقه القانون القيمه المضافه حل لنا المشكله دي، لان احنا كنا في مشكله كبيره جدا. قال لك ايه؟ قال لك انا مبيعات التقسيط انا هاخدها بسعر البيع النقدي، بس هضيف عليه الفوائد اللي تزيد عن معدل الخصم والائتمان بتاع البنك المركزي. يعني الفوائد ايه اللي هي ماليش دعوه بيها؟ الفوائد اللي هي وفقا للمعدلات اللي بيعلنها البنك المركزي، يقول لك 9%، النهارده الفائده واقفه عن 8.75%. تمام؟ طيب لو انا بقى ببيع لك بفائده 15%، لا معلش بقى انا هشيل من ثمن البيع الفوائد بتاعت البنك المركزي، وما زاد عنها لا اضيفه على ثمن البيع. ندي مثال. بفرض ان ثمن البيع في الظروف العاديه المنتج ما 1000 جنيه. حلو قوي. في حاله البيع بالتقسيط يكون سعر البيع 1200 جنيه على اساس فائده بيع بالتقسيط 20%. 1000 20% ب 200 جنيه هنقسط لك على 100 جنيه كل شهر كده، يبقى كده احنا اخذنا 20% فوائد. علما بان سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع 9%. جميل. فتتحدد القيمه الخاضعه للضريبه في حاله البيع بالتقسيط ازاي؟ القيمه، القيمه اللي هحسب عليها الضريبه 1000 ولا 1200؟ قال لك لا خد ال 1000، خد ال 1000، ناخد ال 1000. وبعدين خد بقى ايه الفايده؟ هو واخد فايده كام؟ 20%. طب البنك المركزي بيدي فوائد كام؟ 9. يبقى عنده مزاد عن فايدة البنك المركزي قد ايه؟ 11%. يبقى سعر كالتالي بقى، خد ال1000 زائد
الألف في مزاد عن سعر الائتمان اللي هم 11% زيادة، تمام؟ السعر المعلن من البنك المركزي يبقى 1000 في 11% يديني 110، يبقى المجموع عندي 1110. هو ده وعاء الخاضع لضريبه القيمه الايه المضافه، ده اللي احسب عليه 14% ضريبه قيمه مضافه. يبقى انا لا اخذت على 1000 ولا على 1200، اخذت على ثمن البيع النقدي العادي في الظروف العاديه مضافا له الفوائد التي تزيد عن معدل الخصم والائتمان بتاع البنك المركزي. طب لو ما بتزيدش يبقى خلاص مفيش مشكله، يبقى هاخد سعر البيع النقدي بس. تمام. طيب خش بقى في القانون اخضع للضريبه السلع المستعمله والتي سبق شرائها. النهارده انا بعت سلع مستعمله، المقصود ايه بسلع مستعمله؟ مكهنه يعني، يعني انا اشتريت الات ومعدات وسيارات واستعملتها في نشاطي وبعتها وبعدين عايز اتخلص منها عشان اعمل مشروعات احلال وتجديد. تمام، هو ده المقصود. الناس افتكرت سلع مستعمله يعني انا بتاجر في السلع المستعمله، لا انا ما بقولكش انت بتتاجر في السلع المستعمله، انا بقولك انت اشتريت سلعه جديده واستخدمتها وبعد ما استخدمتها بقيت السلعه دي مخرده، كهنتها، عايز تبيعها، بعتها، اخد ضريبه على ثمن البيع بالكامل. القانون قال لك ايه عشان اشجع على مثل هذه الاشياء؟ قال لك السلع المستعمله التي قد يكون سبق شراؤها جديده ثم تم بيعها بعد استعمالها محليا. الله، ليه بعد استعمالها محليا؟ ما هبص لقى عندي شركات مقاولات بتنفذ مقاوله مثلا في غينيا، جميل قوي، شركه من شركات المقاولات الكبيره بتنفذ مقاولات في غينيا، جابت الات استخدمتها في غينيا، حلو قوي، انا ما خدتش ضريبه قيمه مضافه على شغلها في غينيا، انا مات، انا ضريبه اقليميه، انا باخد ضريبه قيمه مضافه على شغلها عندي هنا، مقاولاتها عندي. طب مقاوله غينيا دي ما خدتش حاجه، انا ما دخلتش خزنتي حاجه. بعد الالات دي بعد ما خلصت مشروع غينيا دي جابتها مصر وعايزه تبيعها، اقول لها لا ما تستفيديش لانك انت ما استخدمتيش الالات دي محليا، لانك لو كنت استخدمتيها محليا كنت نفذت مقاولات، كنت دفعتي لي عليها ضريبه، انا ما خدتش منك حاجه، استخدمتيها في بره، فلازم يكون استعمالها محليا لمده ما تقلش عن سنتين، لا تقل عن سنتين، سنتين فاكثر، على ان تكون القيمه الخاضعه للضريبه في هذه الحاله 30% بس. هخضع لك 30% ليه؟ 14%، مش هخضع لك ثمن البيع 100% بالكامل، لا هخضع لك 30% من ثمن البيع. بمعنى مثال، مسجل اشترى معدات او اجهزه لاستخدامها في نشاطه اي استخدام خاص، وبعد انتهاء عمرها الانتاجي والذي بلغ 5 سنوات قرر الاستغناء عنها وبيعها في السوق المحلي وبلغ ثمن بيعها 10,000 جنيه. حلوه، باعها ب 10,000 جنيه. المطلوب تحديد القيمة الخاضعة للضريبة وكمان تحسب لي الضريبة المستحقة. أقول لك تعال بص بقى، اشتراها جديدة، استخدمها في نشاطه في مصر لمدة 5 سنين، عدى أكتر من 5 سنوات وقرر الاستغناء عنها وبيعها في السوق الإيه المحلي. حلو، باعها بكام؟ ب 10,000 جنيه. جابها بكام؟ ماليش دعوة، مش مهم، إن شاء الله يكون جابها بمليون جنيه. تمام؟ طيب. طب ما هتقول لي ما هو ما جابها دفع عليها ضرائب وخصم بالضرائب دي، خلاص انا بتكلم دلوقتي واقعة بيع، واقعة بيع هيجيب لي ضريبه، هيدفع لي ضريبه، اقول له تعالى بقى خد ال 10,000 جنيه دول، تمام؟ لان ينطبق الشروط انها استخدمت لاكثر من سنتين في استخدام محلي وانت جايبها وجديده، ف 10,000 جنيه في 30% 3,000 جنيه هم بس اللي يخضعوا للضريبه. 3,014% يديني 420 جنيه. يبقى انا ما خضعتش ال 10,000 جنيه بالكامل، انا خضعت 30% من 10,000 لضريبه 14%. لو بصيت كده تجد ان الضريبه اللي انا خدتها منه 4.2 من ثمن البيع، مش 14%، خدت منه 4.2 من ثمن البيع اللي هي ايه؟ اللي هي 14% من 30%. طيب نيجي بقى بعد كده لسلع وخدمات الجدول. ماشي، بشكل خاص بتحديد القيمه الخاضعه لضريبه القيمه المضافه لسلع وخدمات الجدول. ما هو انه النوع بقى اللي هي ايه في الجدول؟ اللي هي خاضعه جدول وقيمه مضافه، لان اللي خاضعه جدول بس ما عندهاش قيمه مضافه، هي جدول وبس، لكن اللي عندها قيمه مضافه هي السلع اللي خاضعه الاثنين، خاضعه جدول
وقيمة مضافة، سلع وخدمات. طيب هنفرق ما بين السلع والخدمات الأول بداية، يعني ناخد الأول السلع. لو هي سلع وخدمات محلية، جميل، سلع وخدمات محلية يعني إيه؟ سلعة منتج. الأول هناخد السلع وخدمات المحلية أول، ماشي. قيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأي صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور مضافة لها ضريبة الجدول. يعني إيه؟ أي سلعة أو خدمة منتج محلي هاخد القيمة المدفوعة فعلا وبعدين هضيف عليها ضريبة الجدول والمجموع أحسب عليه ضريبة قيمة مضافة. مثال، بفرض أن منتج محلي يخضع لضريبة الجدول بسعر 8% من ثمن البيع بالإضافة لضريبة القيمة المضافة. ما هو الحالة اللي قدامنا إيه؟ حالة المشكلة، إحنا بنتكلم عن ضريبة القيمة المضافة. ضريبة القيمة المضافة الوعاء اللي خاضع في سلعة خاضعة جدول وخاضعة قيمة مضافة. جميل؟ أو خدمة خاضعة جدول وخاضعة قيمة مضافة. هتقولي إيه الخدمة اللي خاضعة جدول وخاضعة قيمة مضافة؟ الاتصالات، التليفون المحمول. خاضع جدول وخاضع قيمة مضافة. طيب إيه السلعة اللي خاضعة جدول وقيمة مضافة؟ الديب فريزر. خاضع جدول وقيمة مضافة. السيارات لأكثر من 1600 سي سي خاضعة جدول وقيمة مضافة. خدت بعضياتكم؟ ماشي. الثلاجات اللي اكتر من 16 قدم خضع جدول وقيمه مضافه. التلفزيونات اللي اكتر من 32 بوصه خضع جدول وقيمه مضافه. انا هنا افترضت ان انا عندي سلعه او منتج، ايا كان منتج سلعه او خدمه، خضع جدول 8% وثمن وخضع كمان لضريبه القيمه المضافه. ثمنه ده انا ببيعه ب 1000 جنيه. يبقى انا عندي تيبل تاكس 8% الاول، يبقى 1000 8% يديني 80 جنيه. احط ال 80 جنيه على ال 1000 يبقى 1080 جنيه. ال 1080 جنيه دي هي الوعاء الخاضع لضريبه القيمه المضافه 14%. لاحظ هنا لو بصيت معايا هنا للحته دي هتجد ايه؟ ان هنا السلعه دي او المنتج ده تحمل بضريبه جدول 80 جنيه وتحمل بضريبه قيمه مضافه 151 جنيه واتنين من عشرة. مجموع الضريبة اللي عليه 231 جنيه واتنين من عشرة. أما انسب 231 جنيه واتنين من عشرة للألف جنيه يبقى الضريبة اللي عليه 23% واتنين من عشرة أو 12%. يبقى شفت أنا ما خدش عليه 14. طب ليه؟ غالبا المنتج ده في رفاهية، في رفاهية، تمام، ما هوش منتج ضروري. طيب جاء بقى لك بالنسبة للمستورد. بالنسبة للمستورد لازم افصل ما بين السلعة والخدمة. جميل، حلو قوي. السلعة فيها افراج جمركي. هنا بقى المستورد يبقى في المحلي ما فرقتش بين السلعة والخدمة. ليه؟ لانه محلي. طب اخد قيمته واحط عليه ضريبة الجدول، مجموع الاثنين احسب عليه ضريبة القيمة المضافة. لكن بالنسبة للمستورد، المستورد بقى هنا هفرق ما بين السلع والخدمات. ليه؟ لان السلع فيها افراج جمركي، الخدمات ما فيهاش افراج جمركي. طيب هتحدد ازاي الوعاء؟ سلعه جايه لي في الجمرك، هعمل ايه؟ هاخد قيمتها للاغراض الجمركيه وهاخد الضريبه الجمركيه وهحسب عليهم ضريبه جدول وهضيف ضريبه الجدول على قيمة السلع المستوردة وضريبتها الجمركية والمجموع يبقى هو اللي عليه قيمة مضافة. يا خرابي، يعني انت هتجيب سلعة مستوردة جاية من بره مثلا قيمتها للأغراض الجمركية 100,000 جنيه، ماشي، وعليها ضريبة جمركية 20%، 100,000 في 20% ب 20,000 جنيه، ادي 120,000. 120,000 دول هاخد عليهم ضريبة جدول، يبقى مثلا نفترض ضريبة الجدول 10%، يبقى 10% من 120,000 يبقى 12,000، يبقى 120 زائد 12 يبقى 132,000. مجموع ده كله بقى هاخد عليه بقى ضريبة القيمة الايه؟ المضافة. طيب هنا عشان دي سلعة فيها ضريبة جمركية، طب لو خدمة السطر بتاع الضريبة الجمركية مش موجود، يبقى هي قيمة الخدمة زائد ضريبة الجدول والمجموع هو اللي خاضع للضريبة
على القيمة المضافة. يبقى ما هتبقى خدمات مستوردة هتبقى القيمة المدفوعة زائد ضريبة الجدول بس، مش هيبقى عندي ضرائب جمركية. يبقى القيمة المدفوعة مقابل أداء الخدمة زائد ضريبة الجدول، هي دي يعني كأنه زي المحلي، زي المحلي في الحالة دي مجموعهم، يبقى هو ده اللي خاضع للضريبة على القيمة المضافة. يبقى احنا كده بنتكلم عن القيمة او القيمة للأغراض، كيفية تحديد الوعاء الخاضع للايه للضريبة. يبقى احنا اخدنا 10 حالات لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة. هذه 10 حالات انا بتبقى عندي اساليب مختلفة في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة. طيب عايز اقول نقطة هنا قبل ما انتقل. انا طبعا في المحاضرة دي تقريبا هكتفي بان ان ان مش هخش في الخصم دلوقتي، لان خصم الضريبة هيبقى عندي حضراتكم موضوع بقى هناخده كده كامل متكامل في المحاضرة اللي فضلنا ان شاء الله. لكن احنا هنا بنكتفي بالمحاضرة اللي احنا اتكلمنا فيها دي عن سعر الضريبة والقيمة للأغراض الجمركية. وطبعا اتكلمنا عن كل المشكلات الخاصة بتحديد القيمة للأغراض الجمركية. يهمني هنا الطالب، طبعا انا عندي بقى هنا تدرجنا دلوقتي ان احنا اتكلمنا عن استحقاق الضريبة، متى تستحق الضريبة عند وقعة البيع او خلافه. بعدين انتقلنا الى القيمة الخاضعة للضريبة، تمام. بعد كده بقى هننتقل الى الخصم والرد اللي هو التاكس ريبايد. بقى تاكس ريبايد امتى، كيف يتم استرداد الضريبة او خصم الضريبة، ودي هي موضوع، هو ده شغل ضريبة القيمة المضافة، ان انا ضريبة بدفعها وبرجع استردها تاني. يبقى ده الشغل بتاع ضريبة القيمة المضافة، هو كيفية الاسترداد عن طريق الخصم او الرد. ولذلك احنا هنخش في موضوعين، خصم الضريبة على القيمة المضافة ورد الضريبة على القيمة المضافة. هتقول لي الفرق بينهم ايه؟ كلاهما تاكس ريباي، كأني بسترد ضريبة دفعتها، كلاهما تمام. بس هنا الخصم اني بخصم من اللي عليا، يعني بيبقى عليا ضريبة بخصم بسترد منها الضريبة اللي ليا. الرد ان بيتم رد الضريبه فعلا، بقدم طلب بقول يا ضرائب ردي لي الضرائب اللي ليا، فبترد لك الضرائب اللي ليا. احنا طبعا هنكتفي بهذا القدر في المحاضره بتاعه اليوم، وهيبقى عندنا محاضره اخيره ان شاء الله هناخد فيها الجزء الباقي من هذا الجزء المقرر في المادة الكود 1406. شكرا وإلى اللقاء إن شاء الله.